بشرية النبي. وهذه الجهة أغفلها المصنف حفظه الله، مع أنها أبرز الجهات التي دار حولها الجدل بين الأنبياء وبين من كذبهم. أبعث الله بشرا رسولا؟ وكثير من الآيات القرآنية تبين هذا الجدل وتبين حجة المكذبين هذه، وأنها حجة متكررة لم تكن من قوم نبي بخصوصه، بل كثير من الأنبياء كذبوا بهذه الحجة. فكان ينبغي أولا أن تذكر هذه الخصوصية للأنبياء أنهم بشر، وتدحض كما دحض القرآن الكريم حجة أولئك، تدحض حجتهم في البحث العلمي هنا. والذي يدحض حجتهم هو أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من رسله من يشاء، فإن الله هو ذو الفضل العظيم والمن الجسيم ولا رد لفضله، يريد أن يتفضل على من يشاء، الله سبحانه وتعالى لا رد لفضله، هذا من جانب. فإذا أراد أن يتفضل على بعض البشر بأن يصطفيهم، وعلى بعض الملائكة بأن يصطفيهم، فإن ذلك له تبارك وتعالى، هذا من جانب. ومن جانب آخر، إن الله سبحانه إنما أرسل أناسا من البشر حتى لا يحتج البشر بأن هذه التكاليف يعجز عنها البشر، وإنما امتثلها هذا الرسول لأنه خارج عن البشر، فهو لا يواجه الصراعات التي يواجهها البشر، ليس فيه الغرائز والأهواء التي فينا، وإن كان مثل هذه التعبيرات يعني التعبير بالهوى فيه خطأ، ليس فيه غرائز مثل الغرائز التي فينا، لذلك تمكن من امتثال هذه الأحكام، ولو كان فيه هذه الغرائز لما تمكن. فإذا بعث الله سبحانه وتعالى بشرا رسولا تمت الحجة لله على الناس. وهذه سنة الله، وهذا أيضا ما أشار إليه القرآن الكريم، فإن الله سبحانه قد أشار إلى أن قد أرسلنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فإذا هذه سنتنا. ما هي العلة وراء هذه السنة؟ لا نعلمها. ما هي حكمة هذه السنة؟ لا نعلمها. نحن نتمكن من التخمين والحد بما تقتضيه مناسبة الحكمة مع هذه السنة، ولسنا نعلم سر ذلك.